نقاشات، كاينه جمعيه في مجال بيئي، جمعيه في مجال اقتصادي، جمعيه في مجال اجتماعي، مجال حقوقي، ولكن كيجي موضوع كيتعلق بالمدينه ديالنا فيجب ان نوحد الجهود وان نكون قوه ضاغطه لاحداث التغيير، واحد القوه ضاغطه في المجتمع لاحداث التغيير. وهنا نتكلم عن الترافع الحقيقي في قضايا مهمه وقضايا جوهريه. غنتكلموا اكيد من طبيعه الحال كنتكلموا على العريضه، خاصها تشكل واحد لجنه لتقديم العريضه. كاين لجنه التقديم، كاينه توقيعات. هذه اللجنه هذه هي اللي غادي نتكلموا عليها. تتكون لجنه تقديم العريضه منك يعني اي شخص ومن شخص اخر او اكثر، ينسق اعمالها عضو يتم تعيينهم من اعضاء مشكل اللجنه. كاين واحد العضو هو اللي كيدبر هذه العمليه هذه، يسمى وكيل لجنه تقديم العريضه. يتولى بمعيه باقي الاعضاء الاشراف على صياغه العريضه، مسطرة الإيداع ديالها بطبيعة الحال، المسطرة عن واحد مسطرة الإيداع ديالها لدى رئاسة مجلس الجماعة، ويقوم بتتبع المآل ديالها وتنفيذ المطالب اللي كتبع. واش فعلا سيتم إدراج هذه النقطة ولا هذا المحور في الاجتماع التطوير؟ واش أخذت بعين الاعتبار أو تأخذ بعين الاعتبار؟ كيتبع هذه العملية، كيكون الناطق الرسمي باسم اللجنة والمخاطب رئيس الجماعة الموجه لها إلى هذه العائلة. معنى هذا المنسق هذا هو اللي كيشوف هذه العمليات مع واحد الفريق خمس أشخاص فما فوق، من طبيعة هذول كيشكلوا اللجنة ديال إعداد هذه العريضة هذه. وعاد كيف عاد كيجمعهم الناس اللي غادي يوقعوا معاهم على حسب الجماعه، على حسب المكان اللي كينتمي. ينطبق نفس الامر على جمعيات المجتمع المدني في اطار الاهتمامات والاهداف، فقد يكون مصدر فكره العرض اما ترجمه لبرامجها او يكون انطلاقا من برامج الجمعيه، او اقتراحا من رئيسها او من بعض اعضاء مكتبها او من احد منخرطها. بطبيعه الحال المطلب ديالنا كيتماشى مع المجالات للشغال ديال الجماعه اللي غادي نشوفوا في الاخر. مايمكنش ندير انا واحد المطلب اللي اصلا الجماعه ما كتشتغلش عليه، او اللي يقدر يمس بالثوابت، او شي حاجه اللي ممنوع نتناقش فيها. حنا كنمشيو مع ما يهمه، ما عندوش علاقه بالمصلحه الذاتيه، يقدر عنده علاقه بمصلحه المدينه، مصلحه المواطنين، مصلحه الساكنه. هذا هو المطلب الاساسي. ويقدر يكون هذا الموضوع ديال العريضه عنده علاقه. حنا مثلا فسرنا البرنامج ديال السنوي ديالنا، قلنا غادي ندير واحد العريضه موضوع فلاني مثلا، توافقنا عليه كجمعيه او في اطار التنسيق مع مجموعه الجمعيات الى اخره. اش هي العريضه؟ عاد ربما كنا شفناها في العرض السابق. هي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب او مقترحات او توصيات. كاين طلب مكتوب يتقدم بها بصفه جماعيه مواطنين، اذا كانت واحد الفئه ماشي جمعيه، يعني فئه المواطنين ذكورا واناثا مقيمون بالمغرب او خارج المغرب، الى رئاسه مجلس الجماعه. يكون الهدف منها مطالبه، وهذا هو الاساس، المجلس بادراج نقطه من نجاح اعماله بشرط ان تدخل ضمن صلاحياته. حنا نشوفوا المجالات اللي ممكن نديروا فيها العريضه هذه. قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شانها من اجراءات طبقا لاحكام الدستور، الاجراءات المستوفيه في القانون التنظيمي 41.44، هذا ممكن تحملوه من هذا القانون هذا، المتعلق بتقديم العرائض رقم شفناه في العرض السابق. الخطوات التمهيديه لسيره العريضه. اول حاجه التحقق من ان الموضوع الذي يستاثر بالاهتمام يدخل في مجال اختصاص الجماعه. بدي اكد على هذه النقطه هذه. بعض الاحيان نقول العريضه ديالي علاش ما تقبلتش؟ حيت الموضوع اللي هضرت عليه ما عندوش علاقه باختصاص الجماعه، بمعنى انا كنعرف مجال اختصاص الجماعه، كل مجال كل اداره واختصاصات ديالها. يمكن هذا الموضوع اللي طرحته انا ما عندوش علاقه، يمكن شي اداره اخرى ولا شي مؤسسه عندها علاقه مثلا شي موضوع عنده علاقه بتدبير الشان الديني مثلا. أظن الجماعة ما عندهاش علاقة بهذا الموضوع هذا، إذا كاين إدارات أخرى اللي ممكن تدخل في هذا الموضوع هذا. هذا مثال من الأمثلة. التحقق من الموضوع لا يدخل في المسائل التي أخرجها القانون من دائرة آلية العرائض. حنا غادي نشوفوها كاين بعض المسائل اللي يمكنش مثلا ندير عليها عريضة، ما يمكنش، مرفوضة رفضا تاما. كاين قانون كنبدأ هذه العملية حنا نتعرفوا عليه. لا يكون الغرض من العريضة حجب الأشخاص للتجمع والاحتجاج في الشارع العام بل لتوجيه السلطات المعنية. معنى العريضة ماشي الهدف ديالها هو انك توزعها ودير واحد تجمع نقابي ولا شي تجمع في المدينه ولا كذا، لا هذا ماشي الدور ديالها. دور العريضه هو انك توصل واحد الفكره للمجلس الجماعي، باش كتدرج هذه النقطه لان كيدرج المجلس كيدرج اجتماعات. في خلال الاجتماعات هذه مجموعه حيت لان شوف اللي في الاداره خدامين واللي مهتم بالشان ما كيكونش عارف كل شيء. انت كجمعيه او كمواطن انت محتك اكثر بالميدان ومشاكل الواقع، كتكون اكثر درايه بالواقع اللي كتعيش فيه والمشاكل اللي كتعيشها. اذا انت ادرى بالاحتياجات ديال الساكنه والمطالب اللي خصها تدار، كتكون انت اكثر احتكاكا. اذا انت كتقول هذه النقطه هذه تدرج في الاجتماع السابق لتناقش، والاجراء ديالها والمخرج ديالها داعم شي تدخل شي حاجه اللي تقدر انها تعالج هذاك المشكل هذا. استحضار كل ابعاد موضوع العريضه، اهميه الموضوع،
عدد المعنيين به، واش حي واش مدينه واش دوار، الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه يعني النتائج ديالو، تحقق من عدد التوقيعات التي يجب ان تحصل عليها العريضه، يعني كل عريضه عندها واحد العدد محدد من التوقيعات، الا قصد لك غير توقيع واحد ما تكملش العريضه. حنا نشوفوا العدد في النقطه الخامسه تتحقق من عدد التوقيعات، راه الا كانت شي